أجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مقدمة الشارح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا ألتقى أنا ألمع أنا سلّى نبينا كما أردون كنا لصحابنا أرسلوا سيرنا يا غريبة مع الخير مبوتا في هاي شرح عمدة الأحكام، ولكن تنبيه الأفهام لينكي غني محرم التمول التمور التمول كرابور يجرا وجنا كمون عتتنا عت أرسينو كرابي أجمعون كنا سارون سينين قصو السبندي أقوت حنا ميلاد من وجنا هلي تامبيل أرسينو سكي إذا بيجوا سورة جوفا دومي وأن الله سبحانه وتعالى نجا إلا الله جنات من قطان قوي سكوه من جنات دومي نويل السهلو ويكم يا رب العالمين. أتي بيجي كرغندين مقدمة الشارح أتي شران دانا كي قد تغمو بين وراكاني سارا كي كتابين دقنا أود تغمو يوكونو أمقاوة أنا كتابي سوء قرانا أنا مقدم نقا أنا مقدمة كي قرأ أقام لنا هي من قرانا لنا هم كتابي كي كينجي بوغا جبتي مقدمة. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد أما بعد أنت تنبيني إن الحمد لله كيني فارين حاجة بقتل من خطبة الحاجة فارين مناسبة خطبة واجن دون كاني أن يكيكون سيسوك لنا نفعنا كتنغا أتكين كي غنا دنجي الله تيغن دنجي مبالينا. فهذا شرح على الكتاب المسمى أتكي هاي كتابنا شرح كتاب كما كتاب كتعوماني عدة الأحكام من خير كلام من كلام خير الأنام بلا كتاب كتعوماني عدة الأحكام كيتو نمي إيقون دومانو إسنبوهو ننجري تككمون جو خوصيري نغان قلين الذي ألفه الحافظ العالم أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي. سلمي على كتابك والله هاتغنيك. ولد رحمه الله في جماعين. أذا سارد ببي كين تقول جماعين. من جبال نابلس. نابلس كده نابلس ني دبينا. ربيع الثاني سنة 41 و500 من الهجرة. أجا ساري أصوب كين الربيع الثاني يقتني النبي يقبضني. أساري كين هجرة غني تنقت 41 و500 كمي عدو تنقت عدو سينبالي 41 و500 أولا كموب كرغي تنعت دو سينبالي هجر. نعم كن بعد. ورحل رحلات عديدة في طلب العلم. رحل أولين عرب مقدم دين ننتري يدن فلاني أتري رحلة سرينغا وياسمي نن يكون قرور توق مولين وكونو يكون قرور قاش مولين da Espanya, da Angolanya, da Fransinya, da Amerikanya, duna da mana bigar hukuma makafu da domani kalsi. Wala kut at rahala at tare rahlatin tarandu hadida ijatin domani fi talab al ilm ana wali fi talab al ilm to amulenya. Na wala siyama ilm al hadith wa rijali atisakati hadithin tuahu adu hadithin yuhu حديث النبوة رجال السنة. و
وتوفي في مصر يوم الاثنين 23 من ربيع الأول سنة 600. أتي أفاتي دبنا يقتنى مصر أنا تلين قوتا ربيع الأول تنبيل نسيكو هجرانغني كموتني ودفن في القرافات في القرافات في القرافة ودفن في القرافة إذا بلو قرافة قرافة ني دبهدي مقبري قبر نيني قبر توينتي أنا جا مصر كرونغال توينتي أني أتوينتي أنا جاتنا القرافة كيف كندو كيف قرافة إلونا نو قرافة كبرى أدو قرافة صغرى كي إمام القوري بيوغا كتابين قرانا إلى بلو قرافة الكبرى إمام الشافعي غفاتي إلى بلو قرافة الصغرى سلامنو مصراني جماني سلامنو منو مكاهرون كي قرافة الكبرى مقبرة للمسلمين سلام مبارك بول إلى إيوكي إلى بلوناني رحمه الله رحمه الله وغفر له الله ينهينا لغنا يفيدنا وقد بدأت في هذا الشرح بترجمة معجزة أتي إذا كشره كن جبا ترجمة معجزة يقتني معجز الأنباء ناريتي هدبة ترجمة بيغاني وقنجن إنه بيغاني هدبة الرأي الحديث هنا حديثك راوين دانا سنبقى بغير حديثك إلا هنا كوني ثم رتبته على نحو التالي ولا خد قبل كترينغ سري كين جبوا منا قوات وبا نور كتاب كني أكتا قطنوما إيرا كريني مي كيمو قدي على نحو التالي نحو ولني مثل بيان موضوع الحديث أتي حمزة كولني بيان موضوع الحديث حديثك إيوا أموضوع سريسو أنغن إرنو دينجرا بي أنغ مولان ديغاما كمانا يانغا موضوع موضوع المانيا وقال نحو بيرنغا توبي ديغامي ديغامو الماني كم موضوع إيوا كينيا كون با صرف الكلمات ومنها تراجم من ذكر في متن الحديث إيوا لغذانا كلمة نكون شرح كلمة نبينو غرانو عني شرحن إيغاني شرحو كم بالله تراجم إيوا السرين ترجمة نكون التعرف نكون من ذكر في متن الحديث إيغرا سروبينو تغوكو حديث كذي وإيغانا دعنا أبي هريرة إن دعوة ريح أبو هريرة كورونا تغنكو ناس هرانكو وقفو نغبية قد حديث باقي به إلا أقفات نغبية سكورنا جيم جيم كي شرح الإجمالي إيغانا دعوة حديث كي مغنكو أنا إيوة دعوة حديث كي شرح الإجمالي وكهما دي نانتي حديث كي ميني نكي نعم دال فوائد الحديث على أني لا أستوعب جميع فوائده أتي ذلك فوائد الحديث هي حديث فائدة نكون عند قادة شيء عند شرط قادة على أني قنتك لا أستوعب إنت اللو قندي جميع فوائده فائدة نجو بس كي ننتي قناتي كي حديث كنو كفائدة 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 كنا خن بكي أنا ما أسمع ننتي حديث كفائدة نجو خن بكي ومرأي يقول أرتاح كده بكي أنا تشيخ ما كفائدة كو كي ما كي ما أكون أنا ننتي فائدة سوق حديث كنو عند تجني مي كنا سوبر ولا سنقول تيران يوم كنا من يانكين درا ولا يانكين درا نعم ولا أتي هاو كي بيان ما يحتاج إليه من سبب الحديث atiya hon qabangandi hon bangandi denga iga hata jin katike ngalle hadis ke sababu paske angana urudu sabab al hadith hadisin gari do yimbe bi angana kentu ana fadi hadis ke fi kuntu ingina mani ne ke hadis ga kwali mani ne aganya so huyu wanya ke hadis ga kwali so ken nan ga fahu ati gena gari hata je ga yana katanya awul hedin nan hadis ri ga na ko na ta asabu munya ke ken jike ke ganya ken be de hadisu beenu gana rangaran tam manan ba mummi gana ni sababu nya ko ya korana wala kashfu shub aw kashfu mushkalin wala ho nyaninte ina nganyare magai
nganya dina kiri ga daga bihai anya kami tanga nan mai na ko han baga yanawa aw jam'in bain al hadith wa ghairi walla na hadisi gari tanan ka homi arwaya al hadisi ga ko dore aro ke hadisi an ke magayira tanya na domiya ini su ko homi anda مما ذكر في الكتاب المقرر او غير ذلك كيف يكون كتاب المقرر كتاب ميغان كتاب السبات انتي ياتنا كتب المقرر انني نكون مدرسه نيسري ننتي اي الكتب المقرره المقرره عندكم كتاب ميغان تقرير هذا النسوه اللي هذا ننتي مدرسه نقرمو هاي سكول نكيا خرانا ميدل سكول نكيا خرانا كالج نكيا خرانا يدوكو المقرر أو غير ذلك ما كنت أنا نعم. وسميته أتيت كتابك التقرى تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام كتابك التقرى يعني. وهذا مقرر لحديث في المنهج الدراسي للطلاب نعم دقائق. لطلاب المعهد العلمية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وهذا مقرر الحديث كياني حديث بإقراء تقرير إقراء مقرر في المنهج الدراسي قرمون دين دقاك اللين المنهج إذا كي كتاب دوركو لطلاب المعاهد العلمية وطواهم معهدون ده معهدوني قرلانيا قرلقورو يتكيرنا معهد أجمعين المعاهد التعبية قاكين دي قرلان بينهم معهد بينهم إقابتين لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي كين دي منو قدتوك إنو كي قرلين قرلقورين السعودية أتوين دي نعم والله أسأل أن يجعل عملنا جميعا خالصا لوجهه أنت والله والله أسأل أن يجعل عملنا جميعا خالصا لوجهه اتي الله حقيقه النسب يري النسب مفعول مقدم بمعنى والله الله بعني قلت انا كمان للحظ والله الله بعني اسال من يعني اسال جه فيل فاعل بمعنى اسال الله ارمغنا انا كيكون انت اسال الله التي هو و و و و معنى الله اسال الله تعالى واحد الله قد الله اسال ان اسوا نو الكين يعني جنات اياك نعبد الله تعالى واحد الله قد اياك نعبد والشيخ فلان نو دي لانغر حصر اللي تبارك انا ام باركوت انا يا فات واياك نستعين كين هي انت نعبدك انغا نفكون نعبدك على ينا وفلا وفلا نجم لو لم رم أنا فهم الله أم بعد كنت أنا نجنا جنا أن يجعل عملنا الله نقول لنا جميع سوء خالص الوجه خلاص الله يسون الله ونال الله جل كنا نعم موافقا لمرضاته نافعا لعباده إنه جواد كريم أتي موافقا أنا ينفوي ما دمهوني لمرضات الله بنينا نافعا لأعداده كتابي كيننا نعبوي أقومنا إنه الله جواد ألا نفن جرين كريم تنكترين نعم أولا كنبضة مختصر عن فضيلة الشيخ العلام محمد بن صالح العثيمين والله على أن تصفكم نعطي النبضة قبة كون قبة كنت حقاك عمي كنت هلا حقا دي بوشي نتا نهوتو شيخ انك وارد لنا وشاق وثمين ننتعنات نانت تاغن وانا وثمينين نغرهيب الدبر كدينا دي ننتعنا قوانو كنت ينا كتابي كنت ينا كتابي كتب نية مجددات نية فاعتنا قوان بوتوتا انا كنا المختصر ندهن دي من نسبه ومولوده شيخ دمبي وثيميني على سائرة هو صاحب الفضيلة شيخ العالم المحقق أتي أي فضيلة الشيخ يوم فسمونتهم الشيخ عند
فسمتعون دون كن قاعد ديان قولة دي يناتنا فضيلة صاحب فضيلة صاحب الفضيلة أولني فسمتعون دون كن يني كرسين يني توان يني أو محقق يني محقق يني أنا خدشو ياهي مورونا بغانيتي ياهي نعم الفقيه المفسر فقه انتوانا يني تفسيرنا يني الورع الزاهد دو كروسي دانا يني دون دوبالاني محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن آل عثيمين من الوهبة من بني تميم أدم بن حكي سأقول لك ولد في ليلة 27 من شهر رمضان المبارك عام 1347 شيخ انشاري ايوا سنقصن تمبلن نيرون مورونا في عنيزة اساري عنيزة احدى مدن القصيم قصيم تبون دوبانم في المملكه العربيه السعوديه جمال بيغت المملكه العربيه السعوديه نشاته العلميه اي اقوريتو هما ولا اجبيتو هما الحقه والده رحمه الله تعالى حابين ينداكي ربنا الحق يدن فلان التحق بالكليه اجويني اكري حابين داكيني والده احاب داكيني رحمه الله الله قلنا احاب يمهن ليتعلم القران الكريم عند جده من جهه امه قلت اقول له اتي حابين داكيني اكسمعي بمعنى اسلمن بابا kindam useminu mutoje labuchine na kini ikisimai nanti ana haramu ne ka kisime bigani aite habempa sarempa bani sarenka akisma sarenka almuallim abdurrahman ibn sulaiman azdamir atwanikia rahmahullah nam allah ganahina thumma taallama alkitaba huko gandake bele wa ngati ken bala rasah ndem parlema parlema ngankere ankay tinya nga sahle atara sahle parce que khatuke en qawla tuqatul mustaqim qatuluku qad halki dabo goda ga khutut no dabar la ni melutu yi jopo jopo na ni desema wa ni war makembe aji mer bi kinya ni timandi tay nan to sahle ko no ganja hande jom ta'allam an qarana an sa an qarana ana ande wa shay'an min alhisab ada jati qara hisab والنصوص الأدبية في مدرسة الأستاذ عبد العزيز بن صالح الدامع رحمه الله هذا النصوص الأدبي الأدب نقرا مدرسة أستاذ عبد العزيز بن صالح الدامع رحمه الله رحمه نعم وذلك قبل أن يلتحق بمدرسة المعلم علي بن عبد الله الشيحياتاني الشحياتان رحمه الله تعالى سالوا اجا جوينني قلت سالوا اجا جوينني ابا قرموا مدرسنا كان علي بن عبد الله شيء صح صحيتاني صحيتاني نعم رحمه الله حيث حفظ القران الكريم عنده عن ظهر القلب القران تنغا كينيا نكون عن ظهر القلب عن ظهر القلب عن ده كتابي هاي ينظر ظهر القلب أوريني نحن قرأ وكتنا على قرآن تنجيمين على هندون تنجا وعلى تنجيمين قي كنتني عن ظهر القلب كين سوابه تي شريه يواني القمولي ويأتي شريف نعم أتي من أتي قرآن تنجيمين جدي قلت شريف أتي قرآن نغني لما أنا إمين أتي أنا إمين او اذا سوغني غني ما شري هي غير يغي اذا غاتن كني يغي ديما غري ني قامي غني ما وروندا ويني خرانا وروندا وي ساقا غري خران يلا يا كراتي شر دا تو مون قران غني ورون موغد ات قران نو غني دي جاتي مو ات قران نو غني ما لا ردي يا جماعه اها ولا كاني ادي قران دي من جدي من قران دي من قران انا وجد سليم ما سوقي اذا سوقني غير غتاي نغامي ورون داك سوقا بري خلا
ila ga na jadi wala di su ku yoman kana kan mu eh ate jati ko ate qur'an nan no wajadi ah ate kare gani ni shari gani Allah al qalbi qur'an da imeri qur'an da imeri na walamma yatajawaz ar-rabi'ata 'ashara min 'umrihi ba'd antina wala amadan gi halken ati aga qur'an tangana umma daga sino tamdona qatidi na tawjihi ni walidihi rahimahullahu ta'ala ati gilli ahabai makillin ko inde nga kenga ne ko semirin pa baga killin ko in Allah ina hinna aqbala ala talab al-ilm ash-shar'i ajon ko yi shari'an tuwa umuru den ha basuru sire munya nakara na wa kana fadilatu shaykh al-allama abdurrahman ibn nasir as-sa'di rahimahullahu mudarrisu al-ulum Allah shaykh karamo oren hakike na nasir ibn al-albani سبع ثميني أقرم قورين يحيكي كان عبد الرحمن بن ناصر السعدي الله قنا هنا أني توقون قرنا بنا مدتي على العلوم الشرعي يدرس العلوم الشرعي والعربية في الجامع الكبير بعنيزة أني أقرأون الجامع قوركي عنيزة وقد رتب اثنين ها شيخ الدسرة اللي بتاعون دي نكون مرابطون دي من طلباته الكبار آخر لهم قرون لتدريس المبتدئين من الطلبة نتينا جوبن دانون ديما جل قرلم مكي كنو قرجن قرس قرلم وقرغ قرمون ديما قرم قاقر لهم قرون نرمل ما حلو بني ما يسنونا مودك بيت قرمون داني كنو مودي طالب غورو ينو يغتن كاتون دام بابا ايغا قرل مون كاتون دي ايغا نكون كاتون دي غدي لغون دي اني ناري كات خرم واو هاري لي جاغا دي كات كي غباني فك كي قرم مون بان انت مون غدي غدي سو با غاي قان دين نا كو غني دغا نا كو ورني كو غني دغا نا كو ورني كو غني دغا نا كو ورني ان كسر توق ati usaymin dan ke qaramo saadi ada surohi li sugande qarlamoni dan ti hu goni jokonda dai ne qaram kunya ni kedawon ayto dan damma shaykh ila halqati shaykh muhammad ibn abd alaziz almadu' almutawwi rahimahullah shaykh inga gemu surobeni pagara qarlamun mpoini et tani akin daga gemu ke shaykh usaymin daga gemu ke qaramo ay kengani الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع رحمه الله حتى أدرك من العلم في التوحيد والفقه والنحو وما أدرك نعم أدين حتى أدرك مشاغل كتندي سنقول أننا اللقين من العلم للتعوم في التوحيد التوحيد والفقه والنحو أدو نحو ما أدرك كبير ألقى وجغى نتلك ما أدرك نعم ثم جلس في حلقة شيخه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ولا أنا أدو تنونغا لكتا كنيا نغل لكتا قربو غوركي بلوغا كنيا دقريب وكتا نحو دا فقه ما باللغة مبنيرا فهم كمبر كتا تيو كنيا شيخ نيمي كلاسي شيخ نيمي فدرس عليه في التفسير والحديث والسيرة النبوية والتوحيد والفقه والأصول والفرائض والنحو. أتي كمبران كده كنيا الشيخ نقود أجا كنيا خير صغير كنيا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي شيخ ده التفسير النامع على حديث توم دو فارين سيرة دو التوحيد دو فقه دو أصوله دو الفرائد ميرس قالوا النحو نعم وحفظ مختصرات المتون في هذه العلوم على مختصر قبل متون مختصرات ربو قبل يتنقى اللي كتوعون كنا ويعد فضيلة الشيخ العلامة بن عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وشيخه الأول أتي ويعد إيوا جاتندني أنا كنتندني يوا عبد الرحمن الصعيدي يوا كونتينيا الله غنا هنا جل شيخ قرم موحنا ندي قرم موحنا بغير قرون وثيمين قرون كني
عبد الرحمن الصعيدي عبد الرحمن سيدي الله رحمه نجدا أي من توانا الله رحمه نجدا سيربا خبيما من أستمني الله رحمه نجدا من إذا أخذ عنه العلم معرفة وطريقة أكثر مما أخذ عن غيره بلما كتر كسر إذ برنا أخذ عنه العلم شيخ اللي تقول لك كي الصعيدي الصعيدي معرفة تواقب وطريقة تنادو دقا كل مقو أكثر أغنق ودى مما أخذ عن غيري دينا تاقر رقا سعدي تنا بمعنى شيخ إنك رفعام ويدو قرين دقا كل لي بحام وكشيخ مع أما كيف فهم قرموه تنا مواقب كم بول وتأثر بمنهجه وتأصيله تي شيخ إنك أحيدو سيقو ثمي هذا بطن توعي عبد الرحمن الصعيدي هذا باتن تو شيخنا بمعنى ادي باتن تو شيخنا مني منهج منهج انا قرلما اغان غبا انقرا موغن بيدامو غن انا مو مو دون انا بيدامو انقرا مو منهج انا مو مول سنه وتو كي انا خرنا ان انتوا انا قرنا توغلم انا رسلبي عقيده سنيه سنيه ادي ادي تعسي سرينغرني اغنا دي اغن كو اغن قايده نون تاون لسلو نون تاون مومن ادو سيمن دا كوبيا سون دا قاني ها وطريقتي تدريسه ادو اقراو دي مغو اكيله واتباعه للدليل ادو اغا توكني الدليل انا مغو ادي قرا مغو توكني لو لا وعندما كان شيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان رحمه الله قاضيا في عنيزه قرأ عليه في علم الفرائض كما قرأ على شيخ عبد الرزاق عبد الرزاق العفيفي عفيفي رحمه الله في النحو والبلاغة أثناء وجوده مدرسا في تلك المدينة. أعتبر الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان رحمه الله كان يكيتنا في عنيزة دبين عنيزة قسم دين يوقتنا شيخي وثمين دا علم الفرائض قرأي ميراس الدعوة كم بالآخر شيخي عبد الرزاق عفيفي رحمه الله نهو بلاء أثناء وجوده مدرسا أغني يقرأ مغينو ما في تلك المدينة كان دا بياني تلي خرم الله أكبر أكو أغنى يقرأ مغين دا خرم إيجاتي ساسا أغادي قرأ لمغين دا أغنى خرم بزغي اكيم باغيتا ايكيب كولوفايا والله خالي مزيل لما انا غاوي دا انجال من غاكي دا تبا خرا والله اكين كين نيه دي غاتي المام نيه غاتا اكين جا كولوفايا نو انا قرانا انا سورو قرا تو هونت لكوني نعم ولما فتح المعهد العلمي في الرياض فاشار عليه بعض إخوانه. الله أكبر. أتبرع بيجارا معهد موني. توأهم معهد موني. قرلاني نجارا موني. رياض. سعودية كبت رياض. أخاهم يقولون دا كوري نكتة وسيمينا. يلتحق به. ننتهى وسيمينا قرلا موني رياض. أنت جويني نبا. يلتحق أنت جويني نبا. أورين أنت كهني أبا. فاستأذن شيخه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله فأذن له. أتنك؟ أما تيات الذي أنا لا سري خرموا. أدي خرموا أننا خرلاو هي رياض نعم ولا نجا خرموا. نشورة. خرموا أنتي نعم بام مهاد ما دعنا تندعك. على ديام قوي لدين. أنا على خرلا ما كي هاي بام. يوكو كان يتاني يوكو متاتا خرمو كان يتاني كاتيقا ايه يتاني كان قرر الله يقول جوري ما قل لي قام مكين دبالي أسر يخرمو قاي خرمو كنت يدكا أدو مانا خرمو يوكو كان يقال خير خرمو كيقال أدنا مغادة كان قولي من يتوغي مغادة مغادة كان خلاص يرسو يتقين نما هو خرمو قبولي كوكو كان مغادة كان خرم كاتير ولا لا خرمو سيرسو أنقر لمنغرة جلطنا لتوهم السلسو مغيرا يستفادة برني إنه لغا خري حساسا قرمه حاسدون له إلا من رحم ربي مغا كرا كاتي آخيدا مجد قارن بين هو هندا آخيدا
ikunya ndaka mo mulla tan na mulla na soro ngurudi bakai ta isu na man haji ba ne isu ni su dogu musala disi buri mba ne pat woni serem ma dunga ke ma dunga ke na dallo an qar li masuangra wori arawa fayda ki ba serenga qrangi nga nawo aga mulla na mulla tan daga khare kama soro ngurudi su dogu mu kama soro ngurudi tuwu ma an qar mo li may wa mulla mulla sa na akida ya khara akida to onta magara sire gore tan daga khare ara sire gore na hawto ala ya tamula na hawga o wala daga khare ara sire go wori an hisabu ya tu ati ay mulai hisabu kara daga wala na kara hanke kama ingana to wala su ko na ta ya ya mo ma na tan lugha ita daga mbajo ko be daga mbajo ma tafsir ita e daga mbajo mali sire so hu wa tan ke ma amanya por na ke wala kara mo gon baya dunga dana lan tan daga khare Allah والتحق بالمعهد الله بالمعهد عامين 1372 إلى 1373 هجري. لا ش سينو كويل نوني كانت عامين نون كانت عند الإدارة عامين سينو كويل نوني هجرة عند وجهنا كموسكين تانيرة لهيلو كانت وجهنا كموسكين تانيرة لسيكو شغلنا كنجم مدرسة كي. ولقد انتفع خلال السنتين اللتين انتظم فيهما في معهد رياض العلمي بالعلماء الذين كانوا يدرسون فيه. الله. حين ذاك. أتي شغلنا عن هزري انتفع. أنا هيك وسينو هيلو نغني. كل شنو هيلو بنو أجدا نظام النبري ننجوين كي قال الله معهد رياض العلمي. عدد بالعلماء تتوانو الذين كانوا يدرسون فيه إلى ذاك إذا يسرون قرون كلمة ومنهم أولا أن كنتوانو بنو وسيبين قريني قر لكينو العلامة المفسر الشيخ محمد الأمين السنقيطي من وسيبين قريني التفسير لاني من وسيبين قريني بومبوي وسيبين قريني كن قر لي أدقى جيمو دونا مفسرون توانو قرين يامي يغمني ikiyen di qur'ana to abu amin tanama lew 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 ibirin ke ngati amin tanama luqan to anay amin tanama nahw to anay amin tanama sarfun to anay amin tanama tarbun to anay amin tanama mutqin fil hilm de kenya hay muhammad al amin ash-shinqiti bahrun amiq fil ilm akin ba go go hanye hanye adaka kenya ni xam na ngi والشيخ الفقيه عبد العزيز بن ناصر بن رشيد على كي يقول غني نوتو انا قريش والشيخ المحدث عبد الرحمن العفريقي ادو الشيخ المحدث كان حديث توارا قريش لكن عبد الرحمن الافريقي عبد الرحمن الافريقي افريكان كاي افريكي على كي يخاف لك على غومو ني نون الله دي سو هندي سو فاتي لك وفي أثناء ذلك اتصل بسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله أتي كن عندي أدا التوكي فلنكي أوتي نقول اتصل بسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز أدا كن قول رحمه الله أورنا جويني التوكي فقرأ عليه في المسجد من صحيح البخاري الشيخ عثيمين بن بخاري خرا او ابن باز ومن رسائل الشيخ الاسلام ابن تيميه قالوا ابن تيميه رساله يقول ابن تيميه الرساله غبي صح على كل ابن خرا وانتفع به في علم الحديث هي ان عن كتاب ابن باز يا حديث توام والنظر في اراء فقهاء المذاهب مدام توانكو يرون حيد بغبيغا ابن باز ما شيخ عثيمين لكنها أركين عن كتاب ابن باز بس كي توانا نجلا لكن تونو مالكي كان كنتي شافعي كان كنتي حنبلي كان كنتي حنفي كان كنتي توانا نجلا نكون مسألة ركابة من نكون دليل ركابة من نبغاني من دواري أو الشيخ عندنا عن كتاب ابن باز يكيد سري نعم والمقارنة بينها نا توكين دين دواري نكمبارمي يا تكلم مقارنة نا مذهب نكون كمبارمي نعم ويعد سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هو شيخه الثاني في التحصيل والتأثير
وتعثر به عدي أبا عبد الله بن باز يوكن كنتني الله جل بن باز هنا يوكن كنتني ندي الشيخ أثيمين قرم وحلان يعني توهم كشوين دي هدو هي بغير بات دوائها ثم عاد إلى عنيزة عام 1384 كم بل الشيخ انت عاقه كم أنا أثيميني كتي دبين عدبين كم يتقوم من عنيزة أساقين ونغا هجينة كان يوجينة كموسيقي تنجرر نعطو وصار يدرس على شيخه العلام عبد الرحمن بن ناصر السعدي وجامع دراسته نعم اتي شيخ ناساغي اغاساغني كاتي دبكي ادغا كاتي قرامو يحد ندغي لي كونتيني قراغي نغام نام كونتيني دي دراسنا انتسابا في كليه الشريعه ناني غادي ادم بنتي كاتا كليه الشريعه التي أصبحت جزءا من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي. بس كم كل الشريعة كم كل الإسلامية كم كل الشريعة أني أقول لك تندعى إبا كاري واني جنبي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي. حتى نال الشهادة العالية. ما جا الشهادة كم مرة نكون كده نادي. تدريسه. شيخنا أخرم من ذي توسم فيه شيخه النجابة عرب قال أني ودني توسم بمعنى إذا أبصر يدني التبصر بمعنى توسم على تاغمان جنغري على تاغمان جنغري شيخي مثل من ذي من ذي النجابة توسم فيه شيخه النجابة الشيخي أخرم وجهه إن الإمام صعيدي أتي على حق للموي قدوي على كنتو سيرندي وسرعة تحصيل العلم أرجع نجيو كسر توعنا مغاندا كونا على تابعنا تتحيلا فشجعه على التدريس كم بره أخرم ورساوندي نا حسيندي نسبوتنا تنا أخرم وهو ما زال طالبا في حلقته ناني حرص أقرأ لنقا قرلي مناني سيخي ناصر الصعيدي حلقة نون حلقة نعم فبدأ التدريس عام 1370 هجران غوجيني كموسيقي تنيري على حرام نيجو فكي في الجامع الكبير بعنيزة في الجامع الكبير بعنيزة جامع قوركي جامع قوركي بعنيزة ولما تخرج من المعهد العلمي في الرياض اجا تخرج دبري جلك معهد العلمي في الرياض عين مدرسا في المعهد العلمي بعنيزة عام 1374 كم بل الى شيخي من نومي الى اخر غيره ننت نقرا موي كم معهد بي اجا كوني اجا عنيزة ننت نقرا موي كين اللي سيني وجنك موسيقى تانيير النعب وفي سنة 1376 توفي سيخو العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى إجرين أن يوجنك موسيقى تانيير ألون تمو أخرم عبد الرحمن بن ناصر السعدي فاتح الله نحن فتولى بعده إمام الجامع الكبير في عنيزة على قرننا الإمامنا جامع الكبير كي جمع خورك دي عنيزة نقول وإمامة العيدين فيها وإمامة العيدين فيها أربعة نبي لسلين عدي والتدريس في مكة في مكتبة عنيزة الوطنية التابعة للجامعة أتانا بيس قرام لين قي مكتبة يقتصر بدنا لايبري مكتبة وقتني كتاب كومبيني ونيزا كين يعني جمال نجم بيبليك لاعب كين مكتبته ونيزا الوطنية الطابعة التابعة كين نبتن للجامع جامع كده ولا جامع كده وهي التي أسسها شيخه رحمه الله أقرب موقع شيخ كين عندك كين نبتن عام 1359 نعم إجرنا نوجنا كموسيقى تان كارغلو كو
ولما كثرت الطلبة ولما الطلاب جمع طلبة الطلبة بمعنى الطلاب ولما كثر الطلبة خرموا مكتبهم وصارت المكتبة لا تكفيهم مكتبة كده تغي بك كده جمع قبو إلى درنو لا بريكنهم بدأ فضيلة الشيخ رحمه الله يدرس في المسجد الجامع نفسه أقال جمع نرى مثل كيف يمريك أتنقل لا بريكنهم اللي التابع هو مثال يقول هو مثل كيف يكون مركز أوفيس كي واحد أو نوكب ننوك اللابين أي سرور طوال ننوك هو أتغي بك كده أتون قلنو ما كده اللي مثل كنهم الشيخ اللي التابع مثل كنهم هذا أقال درسون لبرك واجتمع إليه الطلاب وتوافدوا من المملكة وغيرها حتى كانوا يبلغون المئات في بعض الدروس حتى الشيخنا قد درس جوبا مزيدة كينا غني قرلموا النبيك هو قد ينج جمعنا وفد قال لي مملكة ما كان من غني سعودية من غني عارف سعودية استنى سرونجا قرنا درسنا ما جمعنا كينا كمان جاتني الدرس اللي هناك كونتين كموسكي كمان عطيك مكاري الدرس بعد وهؤلاء يدرسون دراسة تحصيل جاد كم يتوى أمورين يعني تحصيل جاد ترينكان دانو هده أنا تو ترينكان لا المجرد استماع لا المجرد استماع كم بدي ترينكان دانو هده كون يبني هو هو القلب اللي بيكين انتاعون شيخ يوم مسألة سكولينا سوسانا نبرو قم منا قناري قناري مسألة كي جابين كي تنمو تنيقى جابين يو كين جاد كون يسوه بي جادي كون دارن رين كتابين نبين أو قلين من وسيقين نبين نعم أو قلين من انجيقين نبين أوكي نعم ونا كنت مرحبا وبقي على ذلك إماما وخطيبا مدرسا حتى وفاته رحمه الله شيخ انتغنو نياقا خرانا كي مغادي ننتقي على ما هو على خطبة قرآن الأخرى ما هو مع غفاتي رحمه الله ألا كنا هنا نكتب وصلى الله وسلم على سيدنا محمد